أبدو. شو أخذنا ذاك الدرس؟ أي أخذنا البيج بصورة عامة، وعرفنا عندنا خانتين بالبيج اللي هو المستر بيج والبيج، وما شرحنا عن المستر بيج، بعدنا دخلنا بس على البيج اللي هو عرفنا بيه شلون عفوا كم صفحة احنا فاتحين من خلال يا اما كنترول الت الت بي، نعرف احنا ايش كم صفحة فاتحين، يا اما اكو خانة تحت تطلع لنا يعني كم احنا صفحة او كم سبيد احنا فاتحينه، وعرفنا اللاي اوت اللي هي خاصة فقط للبيس وبها هو خيارات. بعدين عندنا البيس اكو مثل الخطوط الثلاثة بها اخر خيار اللي هو اخر خيار نعرف به السايز مال المستر بيج ومال البيج نفسه، ونفس الشيء اللي هو عندنا الخيار الثاني اللي هو خيارين لازم نفعلهم على مود من نروح على اللاي اوت ونروح على البيج ترانزيشن اللي هو نختار تشوز، نعرف هاي الانتقالات بين الصفحات العفو. تمام، اذن الخيارين اذا ما نفعلهم فراح ما يبين لي الايقونه انه احنا مفعلين الانتقالات، بس احنا يعني نبقى مفعليها بس هي توخر الايقونه بصوره عامه. وعندنا الخيار اللي هو اخر خيار موجود اللي هو يحكي انه يا اما يكون المستر بيج تحت او البيج فوق يعني حسب. وبعدين اخذنا الخيار الثاني اللي هو الفيو، اعتقد الفيو بيج عفوا، ذني انه نشوف البيج شلون تكون عمودية او افقية وهكذا. وعرفنا نفس الشيء انه شلون نضيف بيج، البيج نضيفه يا اما الت كنترول الت بي، وبدل مثلا عندنا 20 بيج نحط 21 وهكذا، او مثلا من خلال هاي الموجب اللي تكون تحت البيج موجوده. والاكثر يعني اكثر اهم اللي هو مثلا نريد نضيف 10 صفحات متتاليه، فاحنا بهاي الحاله راح نروح على الثلاث شخوط او الاربع شخوط هاي الموجوده الاعدادات مال البيج، ونختار اول خيار اللي هو اسمه انسرت بيج، اي انسرت بيج، ونضيف كم صفحة احنا نريدها ومن اي صفحة تبدي، يعني من اي صفحة او يعني نبديها من النهاية، يعني تكون اضافة من النهاية، وهل هي قبلها او بعدها، يعني مثلا اذا اختارينا من صفحة 11 فراح نقول يا اما من قبلها او بعدها وهكذا. وعرفنا مثلا شلون ننتقل بين الصفحات، مثلا اني اقدر اروح مثلا لصفحة 50 او اي صفحة مثلا اذا عندي صفحات هواية، فيا اما مثلا ادوس على الصفحات من خلال البيج، يعني البيج ادور على الصفحة وهاي يعني شغلة متعبة، فللاسهل انه ناخذ كنترول جي وندوس يعني نختار احنا الصفحة اللي نريدها 55 50 وهكذا، وراح تنتقلنا جوجل للصفحة. وشغلة ثانية مثلا شلون اريد الصفحات انقلها او انسخها، فالصفحات مثلا اريد انقل صفحه 7 للصفحه عفوا للصفحه 11، فبهالحاله يا اما اسحب الصفحه 7 هيك اسحبها لل 11، فراح يكون اكو شخط صغير، فهذا الشخط انه احطه بصفه على مود تكون هي قبلها او بعدها حسب. وللاسهل اللي هو نسخ البيج، للاسهل انه نختار هاي من الشخوط الاربعه ونختار خيار الموف بيج. تمام، وراح يطلع لنا خيارات انه يا صفحة نريد ننسخها يا سبيد نريد ننسخها قبلها او بعدها، واكو خيار هيك يعني موجود هماتين بالموف بيج انه ننقل السبيد كامل لمشروع ثاني. تمام، هاي شغلة. وعندنا الخيار الثالث اللي هو دبل كيت سبيد اللي هو ننقل سبيد كامل، يعني مو صفحة أو بيج واحدة، لا ننقل سبيد كامل لشوف مشروع أو لننسخه مرة ثانية بالبيج نفسه. وعرفنا شلون نمسح الصفحات اللي هي مثلا إذا نحدد الصفحة كاملة راح تنمسح كل المحتويات، بينما إذا نريد احنا ما نريد نمسح المحتوى، نريد نمسح البيج كامل، فنحدد الصفحة من خلال البيج الموجودة وقبل ندوس على الديليت. وعرفنا هماتين شلون نغير مقياس الصفحة، إذا نريد نغير مقياس الصفحة بصورة عامة فراح نضغط الشيفت بي
او كنترول شيفت بي، فراح تطلع لنا المقابض وراح نغير، يعني نشوف مثلا اليمنى نحولها، يعني المقبض اليمنى نحوله باليسرى وهكذا، يعني هاي الشغلات. وبس اذا اريد اغير صفحة واحدة بس، فاحدد الصفحة من البيج واروح على هيجي ايقونة موجودة يعني بالاعدادات تحت، ندوس عليها اللي هي ثالث خيار، ندوس عليه وراح نشوف احنا يعني ايش قد المقياس الريد، اي 4 اي 3 وهكذا. واخر شيء اللي هو اخذنا مثلا احنا نريد نسوي بروشور، مثلا نريد نسوي بروشور او بثلاثه بثلاثه، فبهالحاله من اني راح افتح بروجكت جديد، راح اختار الـ يعني المقابض وهاي الامور يعني بصوره عامه، اللي هي 6 صفحات، وراح اكو خيار اسمه هيجي، خيار طويل اسمه نسيت اسمه صراحة، بس هو خيار طويل، إذا نضغط عليه أو نلغي تفعيله راح نقدر نحول البيجات بصورة يعني 3 فوق و3 تحت وهكذا. ما شاء الله ما شاء الله، برافو. تسلم استاذ. ما في تهيئات أبدا، ما هذاك الدرس قطع خلص. لا ما حاجة. نحن خلصنا من بعد لكم نحن نطبق هذا المشروع. صحيح صحيح، نحن عندنا ذاك الدرس أخذنا الصفحات خلصنا منه. أنا آسف سألت هذا السؤال مطول يعني، بس هو دايم أخذنا الصفحات، أن إحنا كان الصفحات العادية وكان شيء اسمه شو؟ مستر بيج. مستر بيج، تمام؟ فإذا أن الصفحات العادية جينا هنا طلعنا أنه عندي 20 صفحة بإداش سبريت، جينا لهم نطلع من الأيد وهذا الشيء اسمه مستر بيج، ودخلت عليه. ف طيب أنا هلا عندي هالمجلة تمام، كم صفحة فيها؟ ما مبين عندي ده هون ولا ليش؟ أنا داخل مود المستر بيج. مستر بيج، أنا عليك داخل مود المستر بيج، أنا بكون بمود الصفحات، المحتويات مال البيج. فبيطلع عندي محتويات تبعت الصفحة، بيطلع عندي هون الخيارات تبع الأرقام تبعت الصفحات، فأنا فيني أطلع طريقة تمام؟ بجي مثلا أنا بدي أدخل على مود الماستر بيج، فيني أجي أضغط ضغطة واحدة تدخلني عليها، ضغطتين طبعا يعني إنه عليها، فدخلت على مود شو؟ على مود الماستر بيج. الماستر بيج شو هي؟ الماستر بيج هي كل ما يتم إضافته على هذه الصفحات يطبق على الصفحات الأخرى. يعني أنا مثلا عندي هون 20 صفحة، وهي 20 صفحة عدد قليل جدا بالنسبة للمجلة أو للكتاب أو للرواية. عندي رواية 500 صفحة، فأنا من غير منطقي إني يعني مثلا أنا بدي أضيف فوق، مثلا هون بدي أضيف إنه بقلم مثلا كذا، ده باع كذا، أنا من غير منطقي إني أنا أمشي على صفحة صفحة واحدة واحدة، أنسخ وألصق، أنسخ وألصق، أنسخ وألصق، أنسخ وألصق، ولو كان الموضوع سهل بالنسبة للنسخ واللصق، يعني كنترول سي كنترول في، بس هو غير منطقي كليا إني أنا أعمل هالشيء. كل ما ضفت صفحة ضيف عليها، كل ما نقص صفحة نقص منها، وكل ما هي في شيء اسمه ماستر بيج. فهي الماستر بيج انا شو بعمل؟ بجي ماستر بيج، طبعا قلنا نحن كيف ندخل على مود ماستر بيج، دخلنا من هون، جي على ماستر بيج مثلا، او بدل النصوص، لا بدل النصوص ما هي مشكلة،
أنا مثلا جيت هيك قلت يلا حلو، ما نطلع عربي. طيب فرضا كتبنا هيك، جينا حطيناها هون، تمام. قال مجرد ما احنا نحط شي بالمستر بيج، طبعا هون في عندك دي الهوامش نطلع جديدة كبستي دبليو، فبيخطفوا الهوامش. جت كبستي دبليو فرجع طلع عندي الهوامش. انا هون الهوامش شو؟ هون هو مش تبعت الصفحات، شوفي المكان محطوط النصوص، شايفة؟ أنا بضيف فوق الهوامش بس بالضبط. أضفت هيك، رحت مثلا على الصفحة، رحت مثلا، فما في شيء. طب ليش ما طبق هالشيء هذا؟ قال إذا جيت أنت لهون لازم يكون مطبق. ف طبقناه هون، ايه شوفوا هاد. ايه مستر بيج، شوفوا انا مستر بيج هذا كمان مستر بيج، تمام. ايوه ايج مستر اسمع مطبق بارك مطبق اسمع. طيب اي شيء نحن نضيفه في الماستر بيج نضيفه هون. طبعا هبو التسجيل شوي صغير، تمام، عشان ما تقدرش تشوف فلوسته، تمام. غالبا المشروع هذا فيه مشكلة، فراح نعمل مشروع جديد. document A4 page 50 look create. عملنا مشروع فيه 50 صفحة، مشروع فاضي، تمام. فإذا بدنا نفوت هنا على ماستر بيج، بدنا على ماستر بيج هون، بيجي مثلا حط فرضا هون يعني مربع تمام، الفيل تبعه أسود مثلا، مثلا ستروك، وبعد هون أعطيني مثلا كتابة تمام. رحنا هلا نحن لهون، اللي طبقته على صفحة اليمين بيطبق على صفحات اليمين، اللي طبقته على صفحات اليسار بيطبق شو على صفحات اليسار. رحنا على المستر بيج، تمام. شوفوا اني انا مطبق هون هذا المستطيل، وعلى اليمين مطبق شو؟ مطبق الاسم. زرعنا صفحات، فعليا مثل ما انا مطبق على المستر بيج، هو شو عم يعمل؟ عم يطبق عندي هون كمان. فانا جيت طبقت هون على اليمين، طبقت اللهم صل على سيدنا محمد، طبقت الاسم، وعلى اليسار طبقت شو؟ طبقت
مستطيل الأسود. لما بجي أنا طلع الصفحات كده، الصفحات كلها تنطبق عليها شو المستر بيجي يطبقته. فأنا ما في داعي إنه أنا أروح بصفحة صفحة أضيف اللي أنا بدي إياه. أنا فيني من صفحة واحدة هي الماستر بيج، مجرد أنا أكوس عليها فبدخلني على مود الماستر بيج، تمام. اوكي. طيب شغلة تانية، إذا بدنا نحن نجي نعمل مثلا، عندي ماستر بيج أنا تمام. طيب انا بس بحسن بعمل ماستر بيج وحده، ما فيني اعمل اكثر من ماستر بيج للمشروع. هلا فينك انت تعمل اي ماستر بيج بدك اياها، يعني عدد معين للمستر كميه ماستر بيج، يعني مثل ما بيقولوا للهي. من شو في شيء اسمه نيو، طيب ما نفتح له نيو، عندي هاي القائمه، هو تلقائيا شوف مسمي اي، هو بياخذ الاسم اللي بعده دم بي وهكذا. هون الاسم تبعه فين غيره، بس مثلا تمام اوكي. عدد صفحات 2 طبعا، لان انا عندي تنتين، ممكن اخليها واحدة يعني عادي، ممكن اخليها واحدة اوكي تمام. تمام. تمام فقلنا له اوكي. فشو عمل عندي؟ صار عندي هي اول ماستر بيج، وهي تاني شو، هي تاني ماستر بيج. جينا على الماستر بيج مثلا، قلنا له قل لي فيها، قل لي فيها، حط لي فيها، لوجن، حط لي فيها مثلا هون لوجن، بعدها اعطيني لون الو وليكن هوند، تمام. ديستروك تمام، أعطيني واحد تاني منه، أعطيني لون أصفر، تمام. فأنا عندي هاي الاثنين تساويت مستر بيج، حطيت فيها نحن إنه مستر بيج ما بياخد منا، شو بيعمل فيا؟ يطبق بطبع البيج. اوكي. طبق طبقه. ليش؟ اعتقد لما فاتحين بيج جديدة. ما لا لا، نحن ما صدفتين بيج جديدة، لأن أبي ياخذ لسه من مستر بيج، مستر بيج القديم ما بياخذ من جديد. طيب ليش؟ ليش عم ياخذ من مستر بيج القديم ما بياخذ من جديدة؟ هذا نحن الصفحات بتكون تبع الماستر وحده بالعاده، ما بتكون تبع اكثر من ماستر، هي اسمها ماستر بيج، فهي صفحه رئيسيه، فما في مو معقول يكون بنفس الصفحه في اكثر من صفحه رئيسيه. بس قال في شغله حلوه، هي انه انا فيني اختار مثلا الصفحه الثالثه ومثلا للتاسعه، تمام. قال انتوا تتبعوا الماستر بيج الفلانيه، الباقي بيتبعوا الاولى مثلا، تمام. فكيف نعمل هالشيء؟ قال بزر اليمين بعد ما نحددهم ابلاي بريد تو بيج، اللي اي وحده بدك، الاي ولا البي مثلا، فابدي البي من الصفحه 3 ل 9 حددهم، قلت له اي اوكي. قال له اوكي، هو شو عمل؟ طبق لي صار من 3 ل 9 تابعين الماستر بيج، اي وحده الثانية للثاني اي، والباقي تابعين لشو؟ للاي. الأولى. طيب شغله ثانيه، نعمل نيو سي ماستر، تمام. صار عندي شو 3 ماستر بيج. طيب ايش بنعمل عمي؟ عفوا هذا واحد، اعطيني اللون الاحمر، هذا اثنين اعطيني اللون السيان،
حلو، اوكي قلت له انا بدي اول صفحة واخر صفحة يكونوا تابعين لمين؟ للسي. اوكي، ففعليا اول صفحة تابعة لمين؟ للمستر بيج. تاني صفحة اخر صفحة تابعة لمين؟ للسي. التلاتة التسعة تابعين لمين؟ للبي للبي. والباقي تابعين لمين؟ للأي تابعين للاي. فهذا شيء كتير حلو، اني انا فيني اقسم الصفحات، مثلا صفحات فيها تصاميم معينة او شغلات معينة انا بدي احط لها هامش معين، شيء معين، خلفية معينة، ارقام او ايا يكون، فانا فيني اعملهم ماستر بيج. فانا ماني مضطر انه انا والله عندي ماستر بيج واحدة وراح احاول احط فيها كل شيء كل شيء كل شيء ويطلع شيء مو ضابط، لا، انا فيني اعمل اكثر من ماستر بيج واعمل ماستر بيج لكل صفحة فعليا. هي مثلا اكو حركات تصير مثلا بنهاية الصفحة بس، يعني يعتبروها مثل الختامية، فيسوون يعني مو الا كل الصفحات. ايوه، ممكن اول صفحه واخر صفحه هذول بنحط، اها بالضبط. نعمل لهم مثلا ماستر بيج. ممكن انا عندي صفحات البدايه ومثلا ثلاث اربع صفحات او خمس صفحات بيكون فيهم الشكر وما شكر اه وهالحكي، بالضبط. عرفتي كيف؟ اني انا بتذكر فلان وفلان وساعدني او وكذا. هاي شايف هيك الحركة اللي هي مال بين قوسين، اي واحده، اي الحركة اللي تكون ما بين قوسين، مثلا الشكر لهذا هذا هذا، ايه 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 حركة بين ايه قوسين. هاي الحركة بين قوسين مو كل الكتاب لازم نكتبه، صح نفس صح ممكن الشيء تكون مكتوبة بالضبط. على أول 10 صفحات مثلا، إن فيها هي الشكر والتقدير وهالحكي هاد. ف بس نرجع كتبنا، فأنا بدنا نمسح الله هاي في مصدر. لا بس قبل كي تبيت غالبا مش مساحة. هيك تمام، لما حددتها هي لحالها فهو ما مسحها. شوفي هيك ما مسحها، فلازم احددها كاملة. يا نوت اقول له ديليت، نحن ما عاد لازمنا خلاص. مجرد ما نحن مسحناها شو عمل؟ رجع للنمط الأساسي للصفحات كلها، تابع على مين؟ للأي تابع للمستويات الأساسية. تمام، تمام. قبل بالإصدارات القديمة كان إنه نحن لازم نعلم عليهم مثلا من 3 لـ 9. تمام، هيك نجينا عفوا، أيوة من 3 لـ 9، وارجع قال له شو؟ قال له طب لا يبقى بيج، عرفتي؟ قبل لما إذا مسحنا الماستر بيج فهو شو بياخد؟ بياخد لحاله إنه خلص أنا ما عاد تابع الماستر بيج ابدا، لانه مسحنا الماستر بيج الثاني مثلا. فاذا واجهتك هي المشكله، عرفي انه عادي برجع بحددهم، بقول له ابلاي بنفس الطريقه، ابلاي، بقول له اوكي اي ماستر بيج اللي هي الاساسيه اللي ما عندي غيرها، بقول له اوكي، فبرجع بياخد على الماستر بيج. بس تلقائيا بالاصدارات الجديده صار ياخد تلقائيا لحاله لاخر ماستر بيج. تمام، طيب انا فرضا احنا قلنا احنا عندنا كمان، المفروض كنا عم نحكي الله على الموضوع، احنا عندنا الشكر مثلا. تمام، انه احنا لما بشكر بيعمل شايف، اول ما يبلش الكتاب قبل ما يبلش بالضبط كان صفحة بيضة بتجي بالضبط بهذا المحل هذا. هاي الصفحة مثلا المفروض ان هي هون، فانا هاي الصفحة بدي اياها بيضة، ما بدي اياها تابعة على الماستر بيج، اوكي عرفتي؟ طيب اذا جينا عددنا هيك، مو بيج، ستة،
نتنياهو. طيب أنا بمستر بنج. تمام علشان نصوت. جينا مثلا نحن حددنا لهون نبدأ مو بيج ستارت كرنت دوكيومنت عشان ناخد. طيب ما هي مشكلة، نحن هلا هون لما نجي نحن ضفنا عليها على المستر بيج، ضفنا الاسم وضفنا المربع. طيب خلينا ناخذ استراحة 10 دقايق بس شوف شو اسطوره بنقدر. تمام تمام قلنا نحن انه انا عندي عناصر موجودة بالمستر بيج، ما فيني انا اعدلها من داخل الصفحات. الطريقة الوحيدة لأني أعدلها أمسحها أو أشيلها لازم أروح على شو، على الماستر بيج. مستر بيجر تمام بس طبعا أنا دخلت على الماستر بيج وجيت ومسحت هاد، فعليا راح يمسح من كل الصفحات. ما بدي يمسح من كل الصفحات، أنا بدي يمسح من صفحة واحدة. فكيف نمشيها؟ أجي نحدد صفحة، في عندي هون أمر اسمه أوفر أوفر ريت أول برنت بيج أيتمز، مجرد ما أنا أكبس عليه حرر لي العناصر أنا الموجودة. أقدر أمسحها. أوكي أنا بين صرت شو أعمل؟ أمسحها، غير محلها، كبرها، صغرها، خلص هو حرر لي إياها. طيب ما في أمر تاني؟ أه في، أنت مثلا ما بدك تروح، ففي شيء اسمه كنترول شيفت وتكبس على العنصر. بس بدنا كمان نرجع نبحث المنهج. تمام كنترول شيفت وتكبس على العنصر. كنترول شيفت واكبس على العنصر. أي بس حررته، أنا ما عاد في داعي يروح للأوفرلاي. تمام 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 فما في داعي انا اروح لشو، روح على الاوفرلاي اوفر ريت عفوا. طيب انا عندي اكثر من عنصر، جيت حددتهم هذول كلهم بدي اعملهم، فبجي بعملهم اوفر ريت، فتلقائيا هن كلياتهم صاروا شو اوفر ريت، فتلقائيا صاروا كلياتهم. طيب انا عندي مثلا انه الصفحة الخامسة او السادسة فرضا، هاي السادسة، جيت أنا هاي السادسة، هاي الوحيدة لازم تكون صفحة بيضاء. فحاليا هون خلص الإعداء، هون راح أبلش الكتاب، فأنا هاي الصفحة عندي هاي بيضاء. كيف بعملها بيضاء؟ قال بجي بسحب هاي، نحن عندنا نن وعندنا أي برنت، بجي بسحب لنا زت، شو زت عليها. فشو عمل؟ مسح كل شيء في قلبه من دون ما يأثر شو على باقي الصفحات. كمان هاي الصفحة بديها تكون فاضية، بسحب النن روح عليها يعني مثل اللي حطيت تاني صفحة فوقها. مثل كأنها تتصفح فوق. ايه فعليا يعني انا صار عندي صفحة شو، صفحة فاضية. هنا هاي الصفحة هلا هون نعرف هيك نن عفوا هون نن. فشو عمل؟ مسح لي كل شيء محتويات في قلبها. طيب انا بدي اتراجع عن الموضوع، بدي ارجع اخلي هاي الصفحة تابعة للمستر بيج. كيف؟ على منظر اليمين عفوا، منظر اليمين هون، برجع بقول له شو الصفحة، أنا محدد صفحة تمام أبلاي اللي هي تابعة للنن الصفحة. أنا مين بدك تخليها؟ بقول له لا خلي إياها تابعة، حولها على ال بقول له أوكي. تلقائيا برجع لي شو، برجع لي المحتويات الموجودة في قلبه. فهمت. تمام تمام هي سؤال عن مستر ويت. لا واضحة يعني. طيب طيب نحن جينا عملنا هلا هيك، نحن نن تمام هاي الصفحة، جينا قلنا لك زر اليمين. طيب في أمر كان هون، بس تربيت
تمام. جينا نحن هاي الصفحة حددينا نحن السادسة، جينا لنا الأوفرلاي فحرر لي العناصر. طيب أنا بدي أرجع أخلي تقفل هاي العناصر، كيف؟ قال بروح على الإعدادات اللي فوق تبعت الماستر بيج، اوكي وبجي بقول له ريموف selected local overrides، بمجرد ما انا اكبس عليها فبرجع شو بيعمل؟ يقفل لي العناصر الموجودة بهاي الصفحة. تمام. تمام في اي سؤال لحد الان؟ لا طيب طبق كل شيء اخذنا، بعطي لي اوكي النتيجة. مش تمام. تم راح اوقف التسجيل بس خليني ارجع شغل. اوكي تمام حكينا عن مستر بيج، حكينا عن الطريقة، عن الخصائص تبعيته، كيف يعمل مستر بيج، كيف بمسح مستر بيج، كيف بضيف عناصر على مستر بيج وبيطلع عندي. طيب شغل أنا بدي أضيف ترقيم، طيب أنا بدي رقم. تمام. من غير المنطقي إني أروح رقم 400 صفحة، نجي على الصفحة الأولى أكتب 1، وعلى الصفحة اللي بعدها 2، 3، 4، طبعا من غير منطقي. نروح على مستر بيج اللي هي اللي هي تبع اللي هي ونحن نعتزل ما بدنا نضيف أي شيء بكل الصفحات. فنجي لهون ناخذ تي، على عكس الفوتوشوب والإليستريتور ما فيهم ضغطة، هون بدك تاخذي هيك تسحبي تعملي له مربع باراجراف لحتى تضيفي. فمنضيف نحن هون النص، بعدها بنقول له شو بزر اليمين insert special character marks current page number. الأسهل control shift alt و n، كل شيء في اختصارات مع بعضهم مع حرف ال n. طبعا نحن نوقف هون الام حرف ال n الآن. تمام. كنترول شيفت والالت ثلاثتهم كبسين وكبسين معهم ان، شو ما تقول انت كل هالدوخه هاي كاركتر ماركس كنترول الت وشيفت وان، بنجي بنكبس عليها بيطلع لي اي. شو هاي الاي؟ يعني ما هو ترقيم بالنسبه لي الاي. قال لا، هاي الاي معناها شو؟ معناها انه هاي الاي البيج تبعت مصر بيج. فلما احنا نجي لهون طريق 1 3 5، هو تلقائيا شو عمل؟ اخذ بس السجل رقم على الجهة اليمنى بس الأين يبقى. ايوه. فاحنا شو بدنا نعمل؟ عم نرجع نروح لفوق الماستر بيج تمام ناخذه، او خلينا نظبطها بالاول. شو رايك؟ اول شغله خلينا نحطها بالنص. تمام. خلينا نغير الخط مثلا، خط حلو هيك شوي، هذا مثلا ممكن يطلع حلو. تمام. insert مثلا، في يعني عنا هيك شغلات كمان فيك انت تدخل هيك تكشفين مثلا أشكال أو شغلات أو مضيفون أو تلاقي مثلا كوبي رايت. طيب خلينا نغير اللون، حطه مثلا أجندة. أوكي. تمام. هلا بناخد نسخة مع الشيفت، مجرد ما نحن نجي من هون كان صار نص، أخذت نص معي. تمام. نرجع لهون، شوفوا 8 9 10 11 12 13، هكذا. هو شو عمل؟ رقم لي بكل بساطة، جاد اختصار 1. نروح لهون، أنا جاد ما أجي أعمل باراجراف كنترول شيفت ألت وإن، اوكي خلص رقم. تمام. تمام وبالنسبة لي هلا هون رقم لي ياهون. طيب
إذا كان بطلع عندك الأرقام عربي، تاخد طيب باراجراف كاركتر هون كاركتر ويندو كومون كولر ايه سكر شو تربي عندك كنترول تي بتطلع لك الكاركتر تبعت نفس الفوتوشوب عرفتي اللي هي إيه عرفتها عاملة ايه ما بطلع عندي ما بعرف ليش دقيقة جرب مجرد انظر نفس الاختصار تبع الفوتوشوب ونفس الاختصار تبع الالستريتور لما تضغطي كنترول مع تي تطلع شو بتطلع هلا عندك طلعت لا دقيقة بس ده أجرب بدك تحددي النص تكوني داخل النص إيه. نفس النص مال الترقيم اي نص مو مشكلة أوكي أي طلعت لي ما عندي ما بتطلع هلا اشوف قصة النسخة كلها بدي امسحها ونزل النسخة العرب شوف شو بقى تمام أي طلع لي عن إنجليزي طريقة عن وعربي طريق ايوه عن طريق اغيري انت نمط الارقام اللي عندك اياه بدك اوكي يطلع تمام عربي او يطلع انجليزي كيف تمام بالاضافه لخصائص طبعا الخصائص تبعت اللي هي اللي اخذناها من الاستريتور فوتوشوب نفس خصائص هي فهون بالنسبه لي انا شو عمل اعمل رقم لي الصفحات كلها طيب بصفحات مثلا ما بدي رقمها هاي فرضا انا ما بدي رقمها البدايه طبعا يعني غلاف الكتاب ما بكون مرقم نفس الموضوع نان بسحب النان عليه بل اخذ الترقيم النظامي يعني هي اثنين هي ثلاثة هي أربعة وهي خمسة هي ستة وهي سبعة وهكذا تمام تمام طيب هي مثلا لا أنا للدومين أنا هون ببلش الكتاب عندي أنا هي الصفحة ببلش هون الكتاب أنا صفحة 10 طيب أنا هي الصفحات من الثمانية ولفوق كلهم تمام بديهم ما يرقموا للترقيم ما بديهم يترقموا أنا بجيبها من عندكم هي ما بحسب بسحب النن عليهم واحدة واحدة فبروح أبلي بقول له بس حط ليهم على النن فشو عمل؟ هي ما راحت معهم ما راحت معهم تمام ف شو عمل؟ بلش منهم بس ما زلك ضل ترقيم شو؟ ضل ترقيم 10 لا انا ممكن عميل يقبل يقول لك ايه صح يعني انا عندي قبل لا 6 صفحات فطبيعي انه يبلش 10 او لا في عميل يقول لك لا انا بدي بلش من هون بواحد من اول صفحه بالكتاب الاهداءات والشغلات هيك لما بديها تكون محسوبه نعم هاي الصفحة بلش من عندها رقم واحد قال في نافذة أول ما بنكبس بزر اليمين number and sexual section options تمام رح نكبس عليها فبيقول لي إني automatic page number لا start من هون بلشت من هون page number at واحد ففي عندنا هون كمان نحن أنماط تاني اي بي سي 01 02 001 002 وهكذا او احرف رومانيه الاحرف ممكن يكون العربيه اذا موجود عندك نسخه تدعم العربيه اختار انت النمط اللي بدك اياه تقول لي اوكي هون هي الرساله بقول لك اني انا عندي اوريدي هاي رساله تحذيريه يعني ما انه راح يطبق بقول لك بس انا اوريدي عندي صفحه رقم واحد أها ما ايه انت حاول بدك تطبق انت كمان رقم واحد هاي بقول له ايه بيطبق عليها رقم واحد فلما جيت طبقت فشو صار؟ بلش 1 2 3 4 5 بالإضافة للصفحات الموجودة فوق طيب هاي الصفحة إذا جيت قلت له ارجع للبيج فرجع 9 و1 طب أنا بدي أحل هالموضوع هذا كيف؟ قال روح من هون بيجي على نفسه من نمبر بجي كمان هون مثلا بخليها أحرف رومانية بعدها بقول له أوكي ف
فشو عمل؟ رقم ياهو الغير ترقيم، هون صار بلش عندي من الواحد، واحد تمام؟ أو فيني مثلا أعمل أي نمط تاني أنا بدي إياه. هاي إذا أنا بدي أرجع الأرقام تبعيتهم، بس غالبا إحنا وقت بنكون ما بدنا نرجع، بنكون بنبلش من هون الواحد، فهدول ما بدون ترقيم بيجوا، عرفت كيف؟ تمام اوكي هاي فغالبا بيجوا بدون ترقيم، بدون صح؟ يعني بيجوا نان، جينا لهون نالوين بيجوا نان، تمام؟ فغالبا هيك بيكون الصح، هو الهي، بس حسب بقى بالنهاية عم نشوف بده. بلش ترقيم رقم واحد، هون ليش تغير عندي أنا؟ انتبهنا، لأنه بلشت أنا من هاي الصفحة اللي هون، أو السجين بلشت من الصفحة، إذا شفتي شلون نزل من صفحة وبلش من بالضبط. فلأنه بلشت من صفحة من اليمين، من اليسار عفوا، فبنجي من اليمين نمبر، بقول له أنا بدي رقم، أوكي، فأخذ واحد اثنين لا واحد أربعة خمسة ستة، وهاي شو؟ هاي بنحطها مع النن، تمام؟ إذا توليك. طيب أنا بالبداية صاروا نن، بس أنا بدي أضيف عناصر عليهم، لا ما بنضيف النن هذاك الوقت، بنسوي مستر بيج جديدة، بنقول له نيو ماستر، طبعا ما في داعي هذا اسمه، بس هاي ما ضروري تغيريه، يدخل اوكي، وبخلي هالمستر بيج تابع لمين؟ تابع لأول صفحات تبع الإهداء، يعني من الواحد للعشرة، تمام؟ وبعدها مستر بيج تاني تابع لمين؟ لهدول، فأنا بضيف العناصر اللي بدي أضيفها فوق، العناصر اللي ما بدي أضيفها بضيفها تحت كمان، تمام؟ واضح الترقيم؟ واضح أي سؤال؟ طيب، يعني احنا بنسوي هاي الـ او يعني العفو البيج الفارغة لازم نحولها على مستر بيج ثاني على مود نضيف عليها عناصر. اي اوكي انه هي نان، هي نان، فما فينا نحن نعدل فيها، هي نان يعني فارغة يعني ولا شيء، فإذا بدي أنا أضيف شيء فبدي أمسكن أروح لهون أقول له هدول لمين تابعين؟ تابعين مستر بيج الثاني، للمستر بيج ال لا فوق فوق عفوا للمستر بيج الثاني، شفت القاين أخذ بي حتى، بي اها تمام؟ تمام لكن أنا حددتهم كلهم، ما حددتهم كلهم غلط، تمام. فهيك بيطلع معنا إن شاء الله نتيجة صح، ان شاء الله تمام تمام. طب إيه الترقيم؟ بعتيلي تمام ماشي يا صديقي. ترقيم أول 10 صفحات، ترقيم غير ترقيم، اوكي ترقيم الواحد، كنت ماشي تمام، تمام بعتيلي هيك بالنص وضبطي بخط منيح وترقيم منيح، بعتيلي النتيجة على الكود، تمام ماشي راح أوقف التسجيل، درس اليوم خلص إن شاء الله، ما أضل شيء، تمام تمام؟ اوكي بس هستنى النتيجة منك لسه، تمام هسه انا حسويها وادتها تمام.